تذكرت سنتدب قد قلت مرة سالفة الله يرحمه سعود الأصيج سولف علي يقول أنه جانا سنتدب عام 64 يقول جانا وحنا زارعين في جهة القوعية لهم مزرعة هناك يقول جانا الدبة وتاتبن علينا حد التجار يقول 120 حوالي 1200 ريال يقول على ولد عمي وانا 800 يقول جانا الدبا وكل زرعنا وكل كل شيء وحريمهم ماتا فوسواني بعد ضاعا واخذا فقال قصيدة عاد لا تحضرنا لكن يقول حي كلاميت وغدينا شتاتي لانه يقول يوم قال نبي نستفيد خل مير نتعوض له من هاد الدبا نطبخ لنا تم حجري وننشرهم بالسطح ونخليه للحاجة ويوم طبخوا كالحجري ونشروه بالسطح وجابوا الجدر الثاني بينشرونه ولا ما في شيء بالسطح جاي الدبا واكله واكله الله يجدعونه يقول رحنا نبي نسوي قهوة يقول يوم شبينا الضوء يجي يغوش على ضونا ويطفيها لا يقولنا قد على النفيلة يدخل بيننا وبين ثيابنا وقد يقرصنا يقولنا قد نفسي هذا متوحش ذا وقال لك قصيدة طويلة عاد منها حي كلمات وغدينا شتاتي الله المستعان الله يغفر لهم والحمد لله ومن الدبل ستفان والله ما أدري شو يقول بعد الله المستعان هذا صالح أبو سلمان من أحد متابعينا يقول طعم الجراد أفضل من الربيان